زبوي عطني بقرا عنك الجريده بدل ما زاخنا بالجلد. جلبه ولا مو بجلبه؟ يا هسه طالع الصور انا. عشان كله تطلع صور بنيات. يا الهيس ابوك انا ابوك. انا اطلع صور بنيات يا اللي ما تستحي على وجهك جو واحد من ربعك الخمنه هذيلا. سيسوي سوالف وياك. سوي سوالف يا ابوك كذي. زين خلاص سموح سموح. يا حليلك يا محمد بن علي. منو محمد بن علي؟ شو عرفك بالرياييل انت؟ منو محمد بن علي؟ زين ها مطرب جديد شو؟ مطارب هيلا خلهم حقك. محمد بن علي هذا بن سالم بن خلفان بن كلاي بلاك انت. ايه قصدك محمد علي كلاي. ايش قلت انا؟ هو اسم الريال محمد علي كلاي، منو سالم ومنو خلفان؟ وين دخلت الاسامي ابوي؟ اسمه اسمه كذا. شو كان اسمه كذا الريال امريكي ابوي؟ وين دخلت لي سالم وخلفان؟ يا الدعمه هذا هني من البلاد بلاك انت كذا. هذا من بلادنا؟ ايه اسمع ميك على الفرضه يقولون قبل زمان اول ابوه هذا كان بناي سلمك الله وكانوا يسكون في هور العنز. عاد قوموا الانجليز وشلوا ولده وودوه عندهم هناك البلاد. تم يا حليل الولد هناك سنين ومنين لين كبر. يوم كبر اسلم. هي عرج مسلم اسلم وحن حق امه وابوه. رد تعال مناك لبلاد هني شل امه وابوه وودهم عند الانجليز. انت منو قايل لك هالسالفه؟ خلف 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 يارهم اللي ساكن عدالهم بلاك انت كذا. يا ابوي خلف هذا ما يعرف اسمه، ايش قايل عرف قصة محمد علي كلاي؟ انت اللي ما تعرف الرجال الا طلع هذا هو محمد بن علي كلاي. قرمينك الله يا عمي. هذا هو المكان لو انا غلطان. السلام عليكم رفيق. وعليكم السلام. اقول ما دل بيت وديمة بنت عبيد. اه بيت وديمة ولد البيت. يروح خمسة خطوة سيدة. خمسة خطوة. بعدين ثلاثة خطوة يمين. يشوف هذا باب قدامك هذا بيت وديمة بنت عبيد. ايه. تضحك علي انت. كان قلت لي هذا البيت وخلاص. علي سوي شوي مسخرة. شنو مسخرة؟ انت حين قاعد تتمسخر. كيف انا مسخرة قدامك قاعد؟ ها بابا شو هذا؟ شعبية مسخرة، دنيا مسخرة، انا مسخرة، انت ما في مسخرة. انا مسخرة جل الذات؟ انا مسخرة هذا من الصير؟ انا مسخرة؟ بابا غدا بعدين يجيك الحين براويك انا من المسخرة. انت بابا ما في كرة، جيب كرة سوي شوت كرة زين براويك الحين. هذا شنو؟ شوف هذه انا مسخرة انا ما عملت كذي بابا تبعنا بابا عيب بابا اطيح دروسك هذا ما 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 تبعنا اطيح دروسك ما في زين بابا انت كبير في السن انا مسخره انت كبير بابا ما في زين قول لي لا قول لي شو تسوي انت شنو هذا عمي عمي بن كلاي هلا 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 على السلامه الله يسلمك هذه الساعه المباركه اللي شفناها فيها الله يسلمك وصال؟ إيه الحمد لله وصلنا. شو بلاك شو فيك وياه؟ ويا النملة هذه يقول علي إنه مسخرة أنا مسخرة أنا مسخرة. خلي ولي استح على وجهك. شلون تقول لها مسخرة؟ هقول. أما ولدي. دير بالك ترى عمي هي جاي من البحرين. يلا ترى بأدبك أدب ما شفته في حياتك. تعال تعال حياك اقرب اقرب تعال عندي البيت. ما عليك مني ما عليك. هذا يسوي حركة كنجر. بعدين بعدين حسابك وياي. أرويك كنجر ها يكسرك ها ايه حياك حياك تفضل تفضل اقرب اقرب باقل خلوا لي اسمه هذه عمي بن كلاي ياي زارني ياي من البحرين هذا اللي تزورينه كل فتره والثانيه اي هذا بس شكله وايد كبير. ايه رفيق ابوي عمر اشتغلوا ويا بعض وعاشوا هني في الامارات وتموا في فريج مع بعض وبعدها صار البحرين وتمينا احنا يا رايحين له يا هو جاينه. زين هو ليش جاينا الحين؟ الله اعلم هو جاي صار له كم من يوم هني في الامارات كان عند ربعه اكيد مر علي يشوفني. تعال 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 خلي تشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمي بن كلاي هذه بنتي أسماء. قال بنت عبد الله. مو بنت عبد الله؟ قال بنت خلفان. لا يا عمي. ليكون بنت أحمد.
ولي ننظرك جليل ما تشوف عدل. سلمك الله، هذه بنت يوسف. ما شاء الله عمي، حافظ تاريخ الوالدة كله. هذه أمك الله يسلمك مثل بنتي. أنا وأبوها كنا عز من إخوان، ودائما كان يوصينا عليها. عاد أنا ما الله رزقنا عيال، فمعتبر أمك مثل بنتي. عسى عمرك طويل ويخليك عزيز وغالي يا عمي. الله يسلمك. أقول تلفزيونكم دي يشتغل؟ هي عمي يشتغل. إيه سلمت الله. أنا كنت أطالع التلفزيون عند الربع هني في الإمارات، حاطين مباراة ملاكمة، عتعرفين تحمست وأطق التلفزيون وأشرخه. إيه عاد الربع الله يسلمك اتصلوا فيني وقالوا لي إن في مباراة حق محمد علي كلاي. قلت يا حق محمد علي كلاي، لا يبا لازم أروح أشوفه على نايده، هذا من ودعمنا ما يصير كذي. أبوي تعال شوف شو مكتوب، شوف شو مكتوب، شوف شوف شوف. لا تناقز لي مثل الشيطان بصير أتيدد بصلي بلاك. أنت حاطين إعلان بعيبك. الوزارة بتوزع مكاين الصيادين. شو يا طاري المكاين الحين أبوي؟ محمد علي كلاي اليوم يا حليلة بيبيع طراده. لا أبوي محمد علي كلاي وين عنده طراد؟ بس ودر عنك سوالف البحر. اليوم مباراة محمد علي كلاي في الريدو. اي ريدو بيحطونا في التلفزيون. ابوي الله يخليك خلنا نعمل عمتي عمو صدقني ما بدرنا ما بدرنا خلنا نسوي بنسير بس عمودك عمودك شيفكنا منها حسبي الله عليها. خلص ما بنقولها اليوم. انت تريد السنه اللي طافت سوت فينا حرقت الكيبل مال الفريج كل اللي عندنا صرنا انا وياك شفنا التلفزيون عند وديمه. اذا خلاص ما بخبرها. زين اسمعني، انت تصرف ويا عمتك وان شاء الله نفلت ونصير نشوف المباراه مال كلاي. خل موضوع عمتي عليك ان شاء الله. أمي؟ عمي ابن كلاي وين؟ صار المسجد يصلي. أقول لك هو اسمه شي ولا ملقبينه؟ لا لقبوه ابن كلاي على محمد علي كلاي. شكله وايد يحب الملاكمة. أيام شبابه وايد يحب الملاكمة وكان يتدرب على الملاكمة. إيه؟ والله ما أعطنا قوة عن 10 ريايل يشيل يونيتين في يد واحدة وليصكح حد بوكس كسر عظامه. الله بس تعال انتوا قبل ما عندكم تلفزيونات ايش دراكم في محمد علي كلاي؟ كانوا يسمعون الملاكمه في الراديو ومترجمه وكانوا الشباب كلهم يتمون على الراديو ويسمعون المباراه ولي خلصت المباراه اشتغلت البوكسات. ايه زين عمي ابن كلاي تعلم الملاكمه من الراديو؟ لا من الانجليز، ويقولون ان هو علم محمد علي كلاي الملاكمه. شو بلاش تضحكين؟ انت مو وين سمعت هالرمسه؟ سمعت الناس يقولون في هالزمان كل شيء جايز. على الضحك على الضحك. تعال قوم قوم خلني براويك ان ما كسرت راسك انا مو ولد كلاي. تعال عمي. تعال يتضارب مع سليمو اللي في راسك. تعال تعال خلينا نلحق عليهم. انت تكسر راسي؟ تعال راوني مراينك. تعال تعال عمي هدي ايش فيك؟ شو قالك الصاير؟ ايش قال لك بعد هالمره؟ ويا هالربي هذه اقول له وين المسجد يقول لي ما في معلوم. لا ويضحك بعد يطنز. سليمو عيب عليك ريال ايش كبره ما تستحي عويك ترمسه شي. انا ما اسوي كلام هذا نبر، هذا نبر كنقر. انا كنقر؟ يا ربي 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 يا خير يا ام اسمه بلاكم شو عندكم مع تبسين شفيه؟ شو بتسوي؟ عمي بن كلاي بتضارب ويا سليمو هالردي. يا ريال خليك منف غير تراها خلصي نصلي ادن ادن. هاك عمي غدير جزاك الله خير جزاك الله خير.
اذبل منك يا ابليس، والله كان نسانا صلاتنا. يلا عليك ان شاء الله. عليك من سير سير، بارك الله فيك يا ابو سالم. تعالي تعالي. ايه رو 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 بابا رو رو. راحت روحك يا جليل الحياة، استح على وجهك استح. ها انقلع، اقول انقلع. ما شاء الله عليك يا ابن كلاي، راعي سوالف. الا ما قلت لي انت ما شاء الله هاي القوه هاي كلها وين يا بنته اللي خلتك تسدح كل هذه؟ يا هل ما قلت لك السالفه ثانيه يوم يقصون علي؟ لا قالوا لي نبيك عامل في مركب. زين اسال الجماعه يبون يبيعوني في فرنسا. يبيعونك انت في فرنسا؟ اي انت؟ اي شيء ما تصدق. لا محشوم، بس قول لي شو سويت بعدين؟ يا سويت يا ابوك اقول لك، يوم جت المسئله صدق ها وحطوني في المركب ها وانا مصنقل كذي. قلت له يا روح ما بعدك روح. عدل عدل دوم طلعت كذي، ولا شوف ذاك اللوح مال كذي هاللون مال المركب زي، واطلع يدي كذي واطقه كوعي واشلخه. الله اكبر. نعم ولا ابدا البحر ما يحتاج. لا واطقط روحي كذي واسبح وايك من الاطلنطي الى الخليج. اسمع انت الحين يا من الاطلنطي للخليج سباحه؟ ايه. زين اوكي يلا امنا بالله، انت جاي سباحه، شو قايل تاكل طول هالايام؟ شو قايل تشرب؟ ما يحتاج يا ابوك، وانت تسبح طافت عليك سمكة خدتها وصنعتها. بس سمع السالفه هذه، ياكل وايد سمكان على الدرب. هري هوي ابغيك سالم. سالم سالم هوي توكلوا قدامي تو انا بحكم. خير ان شاء الله. وكلت السمكه يا لا؟ خير. فري هوي انت اخو على عين والراس من زمان من سنين، لكن هذا ربيعك اليوم لا حشمني ولا سوالي احترام. يا ذاك داخل وياكل من سيده داخلين وطالعين زف، سوالك بعد؟ قول شو ما سوى يا ريال، اول ما كان يشيل نعالي وفر هناك ويحط نعاله مكان نعالي، قلنا زين يوم دشينا داخل الا مستند هكذا على السنطوان اللي انا استند عليه هدوم، قلت ما ينسكت على الموضوع هذا. لا وبزيدك من الشعر بيت بعد ها. من اقام الصلاه كان يصير وعفد ويرتز ورا الامام، زي هذا مكاني من سنين انا اصلي هالمكان هذا، هذا الموضوع ما ينسكت عنه ابوي ما ينسكت يا هري. لا 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 ما ينسكت عنه. عبد الله تخبلت انت، حد قال لك المسيد بيت ابوك؟ مسيد من رب العالمين حسبي الله عليك، اي حد يدخل يصلي وين ما يبغى، وبعدين سوابك الريال شل عالي سند على سطوانتي، هاي سالفه هاي تهمسني فيها عن الريال، ما استحي وينك يا ابو عبد الله، بعد الريال ضيف ضيف يا يومين بروح. يا ابو سالم الضيف يحشم عمره ويحشم الناس، هالمره ترى سكت بس علشانك انت، لكن المره الجايه صدقني تراني ما بسكت. هي نعم ما بسكت، ما بسكت على السالفه هاي. مول لا ابو عبد الله زيارينا نزله خذنا عالي صلى ما ادري وين، شو السالفه هذه؟ انت غثيتني يا ويه النعس، بس عاد كافي اللي تسويه. شو بلاك انت على عمي بن كلاي؟ ليش حط دوبك من دوبه وبعدين اوقف عالي الان؟ اول واحد انا ما يحط دوب مالنا على هو، هو يحط دوب مال هو علي، انا شنو اني دوب؟ سليمو يوم تبغي تفهم الرمسه تفهمها زين، مالك شغل في الريال. أنا قاعدة أحذرك لا تشوفه شيبة وتضحك عليه، أنت ولاك ومسكتك يده ما خلى فيك عظم صاحي. فكر أنا في خوف؟ أنا أطيح قاعد كفاخ واحد يخلي لف 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 سيم سيم خمس رقعاق يبيه هنتين بيزة. أنا اللي بعطيك كف 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 يا جليل الحياة اللي ما تستحي على وجهك. اسمع دير بالك ترى يدي والقبر أعذر من أندر. أنا يمسك هذا من كلاي ينتف شعر من راسه وبكس واحد يخلي تعال بتقرب عندنا بتقهوى. وين يا يبا احن بروح انا بيحطون مباراة محمد علي كلاي. سلاحقين على المباراة، المباراة في الليل. عمي المباراة اللي كل حد رابش نفسه عليها ترى قديمة. يا يبا قديمة جديدة كل واحد، هذا محمد علي كلاي لازم نوقف وياه ونشجعه وندعمه، ما يصير بيطق هذاك طيق بيطحنه بيطحنه طحان. نعم السالم ترى عمي بيشوف المباراة عندنا، حياك كان تبغي تشوف المباراة طبعا بعد موافقة أمي. اسمع لا تيب روحك يبوك وياك، وإذا مو بياي لا يكون أشوف رقعة وجهك عند باب بيتي. إن شاء الله. مشكورة مشكورة عمتي وديمة.
ان شاء الله الليله بتشوفه. السلام عليكم. عليكم السلام، اقرب يا ابو عبد الله تقهوى عندنا. مشكوره ما تقصرين، انا جاي عند فري بعطيه مفتاح الستور ماله، مخلينا كم من يوم عندي. ايه. فري يا فري. سلام. هلا عمي ابو عبد الله. هلا سالم، ايش حالك؟ تمام ربي يعافيك. عطى المفتاح لابوك وقول له يقول لك ابو عبد الله مشكور وما تقصر. ان شاء الله. هي. سالم وينك يا ابوي؟ لا انت ولا ابوك ما يتوني. بعد وقت للمباراة. يا يبا من يقول؟ تعالوا يبا بسولف وياكم، بقعد وياكم، احسن نقابل هالهدد هذه. انا؟ لا يا يبا بنتي هاللوح اللي حاطينه قدامي. ان شاء الله ان شاء الله بنيك انا ابوي ان شاء الله. اقول ابو عبد الله حياك الليله، الجماعه كلهم بيون عندي بيشوفون المباراه. انا سمعت السالفه عن عيالي. ايه. لكن ما علي بشوفه. ايه حياك الله، ربيعك بيكون موجود فري، تستانس وياهم. اه بيكون موجود؟ ايه خلاص عيشورك وهداية الله. حياك الله. يلا يلا مع السلامة. ها يا فري. اه حليمة. وين ساير؟ ايه هو سالم ما قالك؟ سالم قال لي بصراحة. ها. قلت بشوف شو سالفة الحداق هاللي آخر الليل. حداق؟ هيس قال لك احنا سالين الحداق؟ هو نحن سلمت الله. انا قاص عليه قال لي بس الحداق، بس انا بوديه ميلس ابو حمد عشان يتعلم صنع الريايل. شوف الريايل الكبار ايش يرمسون، يتعلم الصنع يا اختي. هي يا اخوي يقول كذا، انا اقول بعد حداق في الليل. خلاص عيل انا بترياكم على العشاء، ما بتعشى. لا هو نحن بنتعشى عند ابو حمد، ترى ميلس ما شاء الله عامر وايد فيه اكل. رايك زين. حسب الله عليك سلوم يا اللي بغيت تبلشني هذه البلشني. يلا ابوي انت بعدك ما خلص. ييت يا اللي ما تستعجل. حسبي الله عليك. ليش شو سويت انا؟ شو قايل تقول حق عموتك؟ احنا سارين الحداق نص واحنا في نص الليل. شو قايل طاف وشمال؟ انت حسب هاي ما تفهم؟ هذه نوخذها نوخذها ما سماميش تفهم؟ ما ادري زين اللي في بالي كان اقوله. حسبي الله عليك فضحتنا فضيحه. يلا خلنا نسكت. خليتني اجذب جذب. خلنا نسي بسرعة. مستعيل ها؟ مستعيل. حطيت عينك على البنية لصنك بقش قدامك الهارة. طوف شوف طوف. ايه خلي بعيد خلي بعيد تلفزيوني. أمي مو بجنة شوية التلفزيون بعيد يعني ممكن ما يشوفون عدل. خلي يولون عنهم ما شافوا. انت ما سمعتي ابن كلاي يومنا اخترش وقام وضرب التلفزيون بوكس وكسره وقت المباراة؟ أخاف على تلفزيوني لا يكسره؟ هي والله مصدقك. إلا بسألك أحط لهم العشاء قبل المباراة ولا عقب المباراة؟ أسوم شو سالفتك ويا الطبخ؟ ما تقولين لي شو قاعدة تطبخين في المطبخ؟ أمي مو بنتي دوم تقولي لي تعلمي أبغيك تستوين حرمة بيت؟ هي زين انطحن قلبي وأنا أبيش تدخلين المطبخ، لكن ما في فايدة منك. إيش معنى اليوم قررتي تستوين حرمة بيت؟ والله عاد أمي أنا ما أدري بك، طبخت تزعلين، ما طبخت تزعلين، أنت متى ترضي؟ ويدي أسوم شيء احترق. نسيت. شو نسيتي؟ الصالونة. أسوم صالونة مسوية؟ خلصت الماشلة، باصك باب المطبخ عنك يا أسوم. اضرب اضرب يا ولد عمي اضرب 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 يا ولد كلاي اضرب الله وياك اضرب ايه هاللون ايه نوشة 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 ايه واحدة بعد كذي اضرب ايه عنك يا بعد ضربة واحدة الله ايه اضرب اضربوه وعلي علي المسكين. ما عليك عمتي هذه خطه هم يسوونها يخليه يضربونه لين ما يتعب الملاكم الثاني عقب يضربه. اي نعم يقولون هذه يعوم مثل الفراشة ويلدق مثل النحله. تعرف شو؟ تعرف شو؟ اللي كان بيتحمل هو هذا الضرب يا ابوكم لو انا مكانك اطح. يا جماعه تبغون احد لكم عشاء؟ ها؟ ايه اي والله انا يوعاها ما يكون يوع. يوع السماك اقول الحين بيك البوكس على عينك يلا هناك. شوف شوف شوف
شوفوا الحين الحين اكو تعب اكو تعب اكو تعب اي عندك يا الحين 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 اي الحين وقته هاي وقته اي طرق مصخطه طرق قوم علي قوم يلا الله قوم متعلم يلا 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 شوي شوي اصبر 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 انت قد الكلام اللي تقول انت قد ولا والله يا عمي هدي 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 خلني بشوف خلني بشوف يا عمي يا عمي انت تعال 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 شوف تعال أنا خاطري أشوف اللي سوى فيك كذا. وديناه عند الدكتور ما صدق اللي قلنا له إياه. يقول هاي تريلا دعمت إنه. إذا دق المحمل كسره بيد وحدة. عظامك شو تطلع عنده؟ أنا أقول يسافر بلاده أحسن. على حالته هذه خلاص ما منه فايدة. حذرتك ما سمعت الكلام. تستاهل اللي ياك.